لاحظوا الفساد. وهذا الفساد جسر ما صار له سنة ونص، روح سنتين من تم إنشاءه. وهذا شوفوا الحفر، هذا اللي صار بعهد ما نقول العهد يا محافظ، مو مهم، ومحافظ نجم الدين خوما هذه خايفين، بس هذا اللي صار بعد السقوط، هذا الفساد الأصلي. واعوا هذا الجسر الفرع يسموه، اللي تنزل من جسر الرابع باتجاه جامع المعراج، هذا المرات يسميه جسر المعراج. وهذا شوفوا عندنا جسر قبله اللي هو جسر الرابع اللي صار قبل السقوط تم إنشاءه، ذاك يمكن خلال 25-24 سنة مرة شفته يصلحون منه. شوفوا الفساد، هو هذا الفساد.